في 2 دهب تاني، 2 دهب جداد. والله بصوا يعني هو همي يضحك وهمي يبكي، والله العظيم والله العظيم همي يضحك وهمي يبكي. اللي بيتعب بيلاقي، واللي بيجتهد ربنا بيكرمه، ربنا بيكرمه والله العظيم، ربنا عمره ما يضيع حق حد. وتأكد تماما ان لما ربنا يجي ينكسك في شيء، دور على اصلك فيه ايه، دور على اساسك في البنى وانت بتبني فيه ايه. فانت فعلا لما تيجي توصل لمرحلة ان انت تتوج بشيء معين، فتأكد ان ده حقك، سواء كان ذهبية، فضية، برونزية، فده حقك، ده حقك، ده حقك. النهاردة انا ما كنتش، احنا يعني من قيمة يومين احنا كنا نفتكر ان العرب ممكن يمتلكوا ميداليتين فوق الستة اللي امتلكوهم، النهاردة هم بيمتلكوا 9 ميداليات. النهاردة نفاجأ بالتونسي فراس القطوسي يتوج بالذهبية لتونس، الذهبية الأولى لتونس. تونس عندها ذهبية فضية 2 برونزية، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ده عشان ربنا كرمهم وعلشان الناس دي تستاهل. الحتة التانية بقى إيمان خليف اللي الناس كلها فرحانة ليها، فرحانة على حجم التنمر اللي كان بيحيط بالبنت دي. البنت دي اتظلمت كتير جدا وتشوهت صورتها في ناس كلها، وقعدوا يتكلموا عليها. بس انت لما الكل يجي عليك بالطريقة دي، فتأكد تماما، تأكد تماما ان ربنا هينصفك ويديك حقك. وربنا اداك حقك؟ اه ربنا اداك حقك. فالنهارده الجزائر بتحصد الميدالية التانية الذهبية، 2 ذهب، 2 ذهب. والمغرب النهارده بتستلم البرونزية مع المنتخب لأول مرة في تاريخ العرب لكرة القدم، أول مرة إن احنا نستلم ميدالية، لأن الناس دي تعبت والناس دي اجتهدت. سيبكم من التحفيل اللي احنا بنحفله كنا على مصر والكلام ده كله، احنا بنحاول نفك بيه عن نفسنا. لكن لما نيجي نتكلم في الصح، انتوا تعبتوا، احنا ما تعبناش، ما تعبناش. وحتى لو كنا تعبنا، فورانا إدارة. للأسف للأسف الإدارة دي ربنا ما بينصفهاش، لأن فيها غلط، والله العظيم فيها غلط. ويمكن محمد السيد الوحيد يمكن اللي كانت نيته حسنة، علشان كده جبنا برونزية واحدة بس. وأتحدى حد يكون من شمال أفريقيا صرف اللي صرفناه على البطولة، أو صرف اللي صرفناه على الاتحادات. فأنتوا ربنا كرمكم، لأن أنتوا تستاهلوا، والله العظيم تستاهلوا. سواء كانت تونس، الجزائر، المغرب، التلاتة ربنا يعني ربنا يعني ربنا نصركم عشان أنتوا تستاهلوا، والله والله العظيم عشان أنتوا تستاهلوا. وفي وسط ده كله أنا أطلع بس ببرونزية. ليه؟ لان انا ما استاهلش، والله العظيم ما استاهل. لان فعلا انا محتاج اعاده هيكله من جديد، اعاده حاجات كتيره من جديد، اعاده حسبان من جديد، اعاده حاجات كتيره جدا. مبروك لتونس، مبروك للجزائر، مبروك للمغرب، تمام. الترتيب بتاعهم والوصول ليهم والميداليات اللي هم خدوها، والله العظيم مبروك، ومن كل قلبي والله العظيم مبروك، لان انتوا تستاهلوا، والله العظيم تستاهلوا. مبروك ليكم، مبروك.